كنت قاعد في قاعدة مع جماعة أصحابي، وكان قاعد معانا واحد صاحبي متخانق مع مراته خناقة كبيرة. وإحنا قاعدين كنا بنحاول نهديه، فواحد صاحبي راح قايل له: يا فلان، ده ربنا بيقول في كتابه العزيز إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. الكل وافقه وقال له: أنت صح، أنت بتتكلم صح. وأنا بصراحة ما قدرتش أسكت، بصيت لهم وقلت لهم: يا جماعة، بعيدا يعني إن إحنا عايزين نصالحه على مراته، بس مفيش حاجة في القرآن اسمها إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، مفيش آية بتقول الكلام ده. لقيتهم كده بصولي بذهول وقالوا لي وكأن يعني ارتكبت جريمة. راح واحد قايل لي: إيه يا عم، أنت هتلحد ولا إيه؟ ضحكت وقلت له: والله يا ابني ما في حاجة بتقول في القرآن الكلام ده. طب أقول لكم، طلعوها من المصحف وأنا قاعد مستنى أهو. واحد راح قايل لي: على فكرة أنت غلط، فاكر فيلم جواز عتريس من فؤادة بطل؟ الشيخ كان بيقول إيه؟ كان بيقول إن ربنا بيقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. قلت له: يعني هو ده مصدرك؟ أنا بقول لك افتح المصحف وطلع الآية. قعدوا يدوروا حوالي ساعة وفي الآخر ما لقوش أي حاجة، بعد ما تهلكنا مجادلة وتخوين واتهامات. قلت لهم: يا جماعة، اللي موجود حديث، والمختصين بيقولوا إنه حديث ضعيف. الحقيقة يا جماعة إن من أصعب الناس اللي ممكن تتعامل معاهم في الدنيا اللي بيكون جاهل بشيء معين ويتهمك أنت بالجهل. تكون الحقيقة واضحة وضوح الشمس، لكن الكل ماشي وراء شاعة، والمشكلة إنهم بيصدقوها فعلا ويخونوا أي حد بيحاول يصحح الغلط. وطبعا كلنا بنشوف النوع ده على السوشيال ميديا، معلومة تنزل على أي صفحة ملهاش أي أساس من الصحة، ومصدرها لا يتعدى كلام الأصدقاء، ويدخل واحد يصحح المعلومة بدراسة أو خبرة يتهموه بأنه جاهل، لدرجة إن في ناس بقت تخاف تصحح الغلط وبقت تسكت علشان ما يسمعوش كلام يضايقهم. للأسف مطلوب مننا إن إحنا نمشي ورا الجمع وخلاص. يا جماعة لازم نسمع ونفهم، ما نكبرش، لأن المعلومة الغلط أخطر حاجة على وش الأرض، وممكن تتنقل بسرعة الصاروخ وفي ظرف لحظات تبقى قاعدة عامة والناس كلها بترددها، ويتحول الغلط لصح، ويجي اللي صح بعد كده يتقال عليه إنه جاهل أو مش فاهم أو مغيب. امسكوا لسانكم يا جماعة حبتين، وبلاش نمشي ورا القطيع وخلاص، وبلاش نردد حاجة سواء في الدين أو أخبار أو أي شيء، لازم نكون واثقين من صحتها 100%. أما إنك تردد كلام بتسمعه وخلاص، ولما حد يصحح لك المعلومة تحاربه بدون علم أو معرفة، يبقى أنت كده بتشارك في جريمة بشعة. لما نلاقي نفسنا بنرجع لورا، لما نلاقي علاقات بتفشل وبيوت بتتهد وناس بتموت، ده كله علشان إيه؟ علشان ما مسكش لسانك عن أي حاجة غلط بتسمعها، أو أي حاجة كنت بتشوفها وما كنتش واثق فيها. تعالوا نسمع رسالة. ازيك يا أستاذ محمد، يا رب تكون بخير. أنا اتجوزت جوزي وكان يعني كنا على قد حالنا جدا، كنا عايشين كويسين ومبسوطين الحمد لله. استحملت معاه وكنت بحط له القرش على القرش وبدبر له من مفيش، يعني كنا مع بعض على الحلوة وعلى المر الحمد لله. بس القصة بقى دلوقتي الوضع اتغير خالص، يعني حسيت ان اللي ربنا كرمه كده ابتدى يبعد عني، ابتدى يبص بره، حسيت ان عينه بقت زايغه. عينه ما كانش كده خالص والله. خايفه عليه وخايفه يضيع مني، مش عارفه ممكن اعمل ايه في حاجه زي دي. عايزاني اجاوبك الاجابه التقليديه ان جوزك وحش ومش اصيل وعينه زايغه وانك تستحق سيد سيده، واشتم فيه بقى وسخنك عليه، ولا اجاوبك بالحل اللي يحافظ على بيتك وعلى جوزك حتى لو هو ده الرد اللي انت مش منتظراه؟ هو احنا ايه، مش بشر؟ بنحس وبنشتهي وبنتغير ولا جماد بيفضل على نفس الحالة من أول ما بيتولد لحد ما بيموت؟ إجابة السؤال ده هو المعيار الحقيقي لحياة الراجل والست جوا بيتهم. اللي عاش حياته بياكل فراخ، لما ربنا بيكرمه بيبقى عايز ياكل الديك الرومي اللي سمع عنه كتير واتفرج عليه وشافه في التلفزيون. طبيعة بشرية اتخلقنا عليها، اتخلقنا مش على وتيرة واحدة، بالعكس بنطلع وبننزل، والحياة مش مستقرة أبدا، ولا ما تبقاش اسمها حياة. خلينا أكون صريح معاكي علشان الموضوع ده حساس جدا. كتير من الزوجات بيشتكوا من إن جوزها بيسيبها بعد ما ربنا بيكرمه وبيعلى في عيشته وشغله وحياته. طبعا هنا أنا هستبعد الراجل الناقص
اللي عينه فارغة والبياع. أنا هتكلم عن الراجل اللي بعد ما ربنا كرمه وطلع درجات في حياته، مرته خلتها في نفس الدرجة اللي تحت، ما طلعتش معاه لفوق، مع إنه بيحاول طول الوقت يشدها معاه، بتعامله بنفس الأسلوب ونفس الشكل، مفيش تجديد، مفيش تطوير من نفسها وحياتها وبيتها، وهو كل يوم بيشوف بره بعينيه أشكال وألوان من البنات والستات، شكل مختلف، طريقة تعامل مختلفة، غصب عنه بيتشد، غصب عنه بيتغير، غصب عنه بيحس إن بقى في فرق شاسع بين حياته الجديدة وحياته القديمة اللي مراته لسه عايشة فيها. بيحس ده كل يوم لما بيرجع البيت ويشوف مراته بنفس الحالة، نفس الشكل ونفس الروتين، نفس الكلام ونفس الطريقة، فجوة رهيبة وكبيرة صعب أي بشر يتحملها. هي ما قدرتش تفهم إن جوزها راح لعالم بالألوان، وغصب عنه بيتشد، وده ممكن يحصل مع كتير من الرجالة. فلازم تفهمي إن حتى لو متكلمش، هو جواه عايزك تتغيري، عايز عينه تبقى مليانة بيكي، عايزك معاه على نفس السلمة ونفس الدرجة اللي هو واقف عليها. اهتم بنفسك وكلامك، غير من حياتك ومن أسلوبك، ما تسيبهوش ليهم ياخدوه منك، أنت مش أقل منهم، أنت بس محتاجة تحبي نفسك وتحبيه أكتر، محتاجة تحسسيه بأنه كل حاجة عندك، إنك بتتغيري فعلا علشانه من بره ومن جوه. ومهما كان بيحبك، في مغريات بره أقوى بكتير ممكن تشده زي دوامة في بحر، هيستسلم ليها لأن المقاومة وقتها مش هتفيد. وأنا مش بتكلم إن ده صح، لكن بتكلم من الواقع واللي بشوفه كل يوم في بيوت كتير. صدقوني الراجل عامل زي العيل الصغير، محتاج اللي يفهم التفاصيل الصغيرة دي واللي بتزغلل عينه. فالراجل عايز دايما يشوف الحلو، وقلبه دايما عايز يلاقي اللي يطبطب عليه ويسنده، عاوز اللي تعوضه عن كل ستات الدنيا واللي هي مراته حرفيا، اللي بيقاوم الدنيا علشانها وعلشان ما يخسرهاش. استنونا. بيحكي لي وبيقول لي، في يوم من الايام لقيت موبايلي بيرن، ببص على الموبايل لقيت رقم والدي. قبل ما افتح عليه قعدت افكر لثواني، ارد ولا بلاش؟ ده من ساعه ما طلق امي يجي من 15 سنه ما سالش عليا يجي 5 مرات على بعض، وانا دلوقتي عندي 25 سنه. المهم فضولي خلاني ارد عليه، رديت عليه ولقيته بيسلم عليا وبيقول لي عايزك يا ابني. قلت له خير يا حاج، وانا بقول له يا حاج وقاصد، لان كلمه ابويا دي تقيله على لساني مش قادر اقولها. المهم اخدت بعضي ورحت له، ببص لقيت ابويا مسك عكاز وبيتحرك بالعافيه. اول مره اشوفه كده، شكله اتغير والظهر المرض تملك منه. قعدنا وبدا يسالني امك عامله ايه يا ابني؟ قلت له كويسه حاج، هي تعبت شويه وجالها كانسر واستأصلت الرحم، بس هي دلوقتي احسن الحمد لله. قال لي انا ظلمت امك يا ابني، جيت عليها وبهدلتها معايا، كنت طايش، والقرشين اللي كنت محوشهم غووني وخلوني اشوف نفسي عليها، وهي ياما نصحتني، كانت بتقولي بلاش، انت ربنا رزقك بالولد اللي كان نفسك فيه، سيبك بقى من السكه دي اللي انت ماشي فيها، ركز معانا، احنا دلوقتي محتاجين لك اكتر من الاول. وانا وقتها كنت غبي، ما كنتش فاهم كلامها، كنت بحسبها متغاظه وغيرانه، لكن بصراحه هي كانت صح، كانت خايفه عليا وعليك اكتر مني. وبعد ما طلقتها بعدت عنكم خالص، اتلهيت في حياتي والعيشه اللي كنت عايشها، لكن كنت بسمع من عمامك انها كانت طفحه الكوده علشان تربيك وتعوضك عن غيابي. كنت اقبل معها وهي مسكاك من ايدك وبتوديك المدرسه، وتطلع بعدها على المحل الهدوم اللي كانت بتشتغل فيه، وترجع تاخدك في ميعاد خروجك. انا مبسوط انها عرفت تربيك وتطلعك راجل. بيقول لي ابويا وقتها كان بيكلمني وهو بيعيط، وانا بيني وبين نفسي بقول يا انت لسه فاكر يا حاج؟ ده انا نسيت ان ليا اب اصلا. انا فاكر لما اصحابي والمدرسين كانوا بيسالوني ويقولوا لي امال فين ابوك، ما كنتش بعرف ارد عليهم، كنت بسكت، كنت اروح البيت واحكي لامي، الاقيها تعيط وتاخدني في حضنها وتقول لي انا امك وابوك يا حبيبي. المهم لقيت ابويا بيكمل كلامه وبيقول انا عايزك تسامحني يا ابني وتقول لامك تسامحني، انا كبرت ومش عايز اقابل وجه الكريم من غير ما تسامحني. بيقول لي راح ابويا قايم وبيوطي على ايدي وبيبوسها،
اتخضيت من الموقف وقلت له عيب يا حاج عيب. قال لي انا عايز احضنك يا ابني. وفعلا حضني وهو بيبكي، حسيت بدموعه لاول مره نازله بتغسل جوايا سنين الفرقه اللي كان سايبني فيها. انا كمان في اللحظه دي كنت عايز احضنه بس ايدي مش جايباني، بحرك ايدي ببطء شديد نفسي احضنه بس مش قادر، لحد ما حسيت بضمته. ايده هي بتلف حوالين مني عمال يطبطب عليا ويبكي، ومع كل طبطبه كنت بضعف ولاول مره احس بحضن ابويا، الحضن اللي كنت بسمع عنه لكني كنت محروم منه. بيقول لي ابويا مات تاني يوم من الموقف ده، مات وساب لنا فلوس كتير، بس والله ولا كنوز الدنيا تعوضني عن الاحساس اللي حسيته في اللحظه دي. قلت له بالسهوله دي نسيت سنين الحرمان والقسوه اللي شفتها منه؟ قال لي تصدق اني اتسالت السؤال ده كتير، انا ما نسيتش بس حنيت، انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اضعف بالشكل ده، لكن ام الست الاصيله الطيبه عمرها ما علمتني القسوه، كانت دايما حنينه وقلبها بيلين بكلمتين وطبطبه، واعتقد اني ورثت ده منها. وعلى ما اسمع برضو ان ابويا كان راجل طيب، هو ظلمنا صحيح بس هو راح عند اللي خلقه واللي احن عليه مننا ومن اي مخلوق. يا جماعه الدنيا مش مضمونه والموت ما بيستناش حد، فبلاش الدنيا تاخدكم من الناس اللي في رقبتكم، الناس اللي هتتحاسبوا عليهم قدام ربنا. وان كنت بتطلع حجج ومبررات لتقصيرك في الدنيا، فيوم الحساب مفيش حجج، في ميزان عادل، ودي كلها ديون وهتدفعوها هتدفعوها، فياريت تسددوها وانتوا احياء، علشان قيمة السداد بعدين محدش هيقدر عليها. خلصت القصة وخلصت الحلقة، اشوفكم على خير وإلى اللقاء.